هيثم فهمي بطل العالم والحائز على ذهبية المصارعة في بطولة أفريقيا بتونس، ألف مبروك يا بطل. الله يبارك في حضرتك أستاذ عمرو، ربنا يخليك، ومتشكر جدا على التغطية بتاعتك. أنت بتضحك على سيكا أكيد. أكيد طبعا، لأن هي حتى يعني أنت مستغرب كتير وإحنا كمان مستغربين، يعني إحنا ممكن اللائحة بتاعتنا بتاعت أفريقيا دي مثلا من سنة 90 ولا حاجة، أسعار 90 يعني. حاجات يعني من الألفين. طب ما هي الأسعار ما زادتش كتير من 90 لغاية دلوقتي، هي زادت سيكا. احنا للأسف ما زدناش كتير برضو، يعني احنا الموضوع ده بيثير مشاكل كتير، احنا فعلا المصارعة فيها مشاكل كتير. اي نعم الحال بدأ يتحسن، يعني احنا ماشيين في الاتجاه الصحيح بس بطيء قوي. يعني كلمني عن مشوارك في بطولة افريقيا، كان عامل ازاي؟ كسبت مين ولعبت مين وعملت ايه؟ خلينا نحتفل بيك وننبسط. احنا بطولة افريقيا بالنسبة لنا يعني دي البطولة العشرة ليا، 10 ذهبية ليا. عظمة. وكانت منافسة قوية برضو. احنا عندنا دلوقتي منتخب الجزائر بدأ ينافسنا، احنا بقالنا فترة كبيرة متربعين على عرش افريقيا، ولكن المنافسة بدأت تقرب شوية بصراحة. هم اكيد عندهم برضو بيجيبوا مدربين من بره وبتاعه، يعني في حاجات بتتغير يعني. طبعا طبعا هم الناس. انت لعبت مين وكسبت مين؟ لعبت كم ماتش؟ انا لعبت 3 ماتشات في بطولة افريقيا، لعبت تونسي وجزائري وموروشيس. وكسبت الثلاث ماتشات وخدت الذهبية الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. طيب يعني احنا عايزين نجهزكم بقى للأولمبية، يعني الأولمبية دي السنة الجاية في باريس. الأولمبيات أستاذ عمرو محتاجة شغل كبير، شغل تاني خالص بقى طبعا، ومحتاجة تخطيط. يعني الناس بتخطط من أول ما الأولمبيات دي تخلص، بيجهزوا للي بعديها من وقت ما دي تخلص. احنا ممكن التجهيز بتاعنا بيكون متأخر شوية، الخطط بتاعتنا ممكن تتحط ما في أجزاء منها ما تتنفذش، ولكن برضو الحق يقال عشان برضو يعني الواحد ايه يدي كل زي حق طبعا حقه. احنا الفترة اللي فاتت احنا يعني نزل لنا مرتبات دي سابقة ما حصلتش في تاريخ المصارعة، بقى في مرتب شهري ليكو طبعا. ويمكن انا برضو عايز اوضح ان البطل بتاعنا احمد بردوده كان محطوط له الراتب بتاعه، ولكن هو بيلعب في ميزان غير مؤهل. يعني ميزان ايه يا فندم؟ غير مؤهل للاولمبياد. يعني احنا حاطين الناس اللي هتتاهل للاولمبياد ليها، هم اللي بيجي لهم الدعم الاكبر شويه. هو عشان الناس شايفة ان هو كان لاعب واعد وصاعد وهيجيب نتائج فيما بعد، انما هو ما كان عمل ما كانش رايح الاولمبيات. انتوا الموازين بتاعتكم هي اللي بتودي الاولمبية. وهو الوزن يعني الوزن اللي فوقيه كان فيه محمد ابراهيم كيشو بطل اولمبي، ويعني ده خد الذهب بطل اولمبي وخد ذهب. فهو كان محطوط يعني في الوضع ده، لكن هم شايفينه كويس فهم كانوا برضو بيدعموه اكيد. وانت بتلعب مع بطل تونس كانت الدنيا مقلوبة انك بتلعب في تونس. طبعا، والجمهور عليه عامل كبير جدا. ايوه طبعا، ده يعني نار، واخواننا في تونس بيشجعوا الالعاب الفردية كويس، بيروحوا كويس يعني، بيشجعوا بضمير كمان، بيشجعوا بضمير صراحة. فكانت ماتش صعب مش كده؟ اكيد طبعا. وكسبت بالنقط ولا بالقلبة ولا بإيه؟ بالنقط. عدم التكافؤ. هيثم فهمي بطل مصر وبطل العالم، ألف مبروك يا بطل وعاش. ربنا يخليك يا أستاذ عمرو، وبشكرك طبعا. أنت أهلاوي ولا زملكاوي يا هيثم؟ ما دام ضحكت تبقى أهلاوي. طبعا. أنا عارف الضحكة دي، أما تنزل واحد أهلاوي أما بيضحكوا لي كده بعرف إنه أهلاوي. حبيبي أستاذ عمرو، حبيبي. خمسة حبيبي جداً. شكرا لك. محمد إبراهيم كيشو البطل.